جلبت القادة العسكريين المسؤولين عن الرفاق المناوبين. سرقت أمانات جدي جنكيز المقدسة، ألم تسمع هذه الأذان؟ أن شيء ما يحصل؟ إن الأذن التي لا تسمع العدو لا داعي لها. والعين التي لا تعرف الجاسوس من نظرة. ليس هناك داعي لوجودها. إن القائد الذي يخطئ ويتسبب بضرر للمغول تصاب عينه بالعمى وأذنه بالصمم. أحرقهما إذا تتسمم الذئاب والطيور بلحومهم الجبانة والكسولة. هل نجحوا بالهرب؟ أينما اختبأ عثمان سنجده في النهاية يا بالجاي. لا أريد كلاما مزينا، بل أريد دما. أريد أن أملأ بحيرة سيلين بدماء هؤلاء اللصوص يا جيركوتاي. أيها القائد بالجاي، سابس سيد قبيلة كاي الأخرى ساءت علاقته بعثمان وانفصلا عن بعضهما. إذن السهم الذي سوف يصطاد النسر لنا سوف يصنع من مبره يا كونغار. كونغار، أرسل أحد رجالنا إلى قبيلة المقاتل سامسا فورا. هل يجلبوه إليك؟ لا، لن يأتي. إنما نحتاج إليه الآن هو قوة سامسا وشجاعته، ليعبث رجلك بكبرياء سامسا وبغروره، لكي يفكر سامسا بالدم والسلطة. سيظن أنه إن ذبح العديد من المغول قوم الكاي الشغوفين بالحرية سوف يجتمعون من حوله بالتأكيد، وعندما يحصل هذا سوف يتنافس عثمان وجشعه مع سامسا وشجاعته وقوته، وهكذا نحن لن نتعب أنفسنا.